بسم الله الرحمن الرحيم، يا صباح الخير على حضراتكم. الأحد 16 يناير 2022، أهلا وسهلا بكل مشاهدي هذا الصباح في مصر والوطن العربي وفي كل أنحاء العالم. ما بين الأسبوع اللي فات والأسبوع ده والأسبوع اللي جاي إن شاء الله امتحانات نصف العام، يا رب كل التوفيق لإخواتنا وأبنائنا من الطلبة والطالبات في المدارس والجامعات. أنا عارفة أنه بيبقى الوقت بتاع الامتحانات ده في صعوبة وفي قلق وتوتر، مش بس على الطالب والطالبة لكن كمان على أولياء الأمور بدرجة كبيرة جدا. وعشان كده النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم في دردشتنا الصباحية معاكم عن هذا الموضوع، امتحانات نصف العام أو الامتحانات عموما وتوفير الأجواء المناسبة. لكن في البداية نصبح تاني على حضراتكم وعلى كل زمايلي وعلى زميلي همام. صباح الخير يا همام. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليكم مشاهدينا الأعزاء في مصر والوطن العربي وكل مشاهدي ومتابعي هذا الصباح على إكسترا نيوز. النهارده حلقة بداية الأسبوع يوم الأحد، ولسه الساعة يعني 8:05. معظم الناس اللي راحة شغلها لسه نازلة من البيت وتستعد إنها تروح الشغل. بعد دقائق أو بعد قليل هيكون معانا برضو خدمة المرور والطرق وأحوال الطقس، هنديكوا جرعة مكثفة، جرعة صباحية مكثفة لكل الخدمات اللي حضراتكم محتاجينها في صباح هذا اليوم، بالإضافة طبعا إلى فقراتنا النقاشية المختلفة وأخبارنا الجادة وأخبارنا أيضا الخفيفة واللطيفة. هذه أيام امتحانات، ودي أجواء الامتحانات. دايما في الشتاء ما بيدخل الشتاء كده بتلاقي أجواء الامتحانات، أو هي مناسبة جدا لأجواء الامتحانات نص السنة تحديدا يعني. في أيام الامتحانات دايما البيوت، معظم البيوت بيكون فيها حالة من التوتر، حالة من الطوارئ. صحيح أن نظام التعليم الجديد حاول بقدر الإمكان أن هو يخفف من الضغوط، أن هو يعمل حالة من التسهيل على الأسر وعلى الطلاب في الامتحانات، سواء في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية أو حتى الثانوية أو الثانوية العامة. لكن تبقى الامتحانات لها انعكاس نفسي على الطلاب وأيضا انعكاس نفسي على الأسر الموجودة. إزاي نقدر نوفر البيئة المناسبة والجو المناسب والمناخ الملائم للطالب علشان يقدر يذاكر ويقدر يمتحن من غير أي ضغوط ممكن تمثل عبء عليه في الامتحانات؟ ده يكون موضوع نقاشنا النهاردة منا وأنا مع حضراتكم. ويمكن كمان منا هناخد أحد الخبراء المختصين صحيح في علم النفس يقول لنا بالضبط إزاي نقدر نوفر البيئة المناسبة والملائمة للطالب في البيت علشان يقدر يذاكر ويقدر يروح الامتحان ويقدر يستوعب المادة التعليمية ويدرك الحال أو المود أو يدخل في المود بتاع الامتحانات بدل من الضغوط اللي احنا يمكن في وقت من الأوقات منا كنا معتدين عليها دايما في أجواء الامتحانات. هو ما حدش محتاج يدخل نفسه في المود بتاع الامتحانات، هو مود الامتحانات هو كابس علينا، هو اللي بيدخل عليه كابس علينا كبسة كده جامدة جدا. فهاني في أجواء مختلفة، يعني في أجواء عامة دي بتبقى غصب عننا، اللي هي البيئة المحيطة بينا، المجتمع نفسه، الإعلام بيتكلم عن الامتحانات إزاي، أشوف زمايلي في المدرسة أو في الجامعة بيذاكروا قد إيه، بيذاكروا إزاي. وفي بقى أجواء خاصة جدا اللي هي أجواء المنزل، دي تحديدا اللي هنتكلم عنها دلوقتي ونشوف كده مع بعض إزاي نقدر نساعد بعض ونساعد حضراتكم في توفير الأجواء المناسبة لأولادنا وإخواتنا في الامتحانات. خلونا ناخد هاتفيا لو الاتصال جاهز. لسه الاتصال مش جاهز. طيب، لكن في كل احوال منا احنا انا كنت عايز اقول حاجه صدر. بس يا همام علشان حتى نحتفل ونحتفي بالنتيجه دي كلمه همام المفضله، نحتفل ونحتفي وعلينا الاحتفال والاحتفاء، فانا بقتبسها من همام علشان ان شاء الله نقدر نوصل للمرحله دي ان احنا نخلص الامتحانات باذن الله تعالى بسلام نفسي حتى من قبل النتيجه ما تطلع. لان احنا دايما بنقول احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنذاكر ونجتهد والنتيجه وما توفيقي الا بالله. علشان نوصل للمرحله دي من السلام النفسي، هو في كل الاحوال لازم هيكون في قلق وتوتر، ده في كل الاحوال، لكن علشان نعبر هذه المرحله باقل قدر ممكن من القلق والتوتر علينا ان نعي جيدا انه في حاجات اساسيه لازم ناخد بالنا منها. واحد، انه الامتحانات دي شيء اساسي وضروري، مش حاجه بتنطبق عليا انا بس، ده بينطبق على العالم كله، انه خلاص هو ده النظام التعليمي في العالم كله، بنذاكر بنمتحن النتيجه بتطلع، ننتقل من عام دراسي الى عام اخر، ثم الجامعه ثم التخرج ونبدا الحياه العمليه. اتنين، ودي حاجه خاصه بينا احنا بقى جدا كمجتمع مصري رجاء، لانه لغايه دلوقتي بنسمع المقارنات في العيله، يعني ذاكر كويس عشان تبقى زي اخوك، ذاكري كويس عشان تبقي مش اقل بنت خالتك وبنت عمتك، ذاكروا كويس عشان تبقى زي ابن فلان اللي دخل كليه كذا. المقارنه دي
ما بتعملش حاجة في الحياة غير انها بتضع عبء ثقيل جدا جدا على نفوس ولادنا، وبتعمل حساسيه بين الناس الناس. انا عايزه ابني يذاكر كويس او بنتي يذاكروا كويس ان شاء الله ويجتهدوا ويعملوا اللي عليهم عشان ينجحوا، عشان يتبسطوا، علشان يدخلوا الكليه او يتخرجوا من الكليه اللي نفسهم فيها. صحيح. مش عشان يبقى زي فلان. الامتحان في النهايه ما هو الا قياس لمدى استيعاب وادراك وفهم الماده التعليميه، ما عدا ذلك كله سواء كانت مقارنات او حتى ان احنا بنفتخر ان هو جاب كم في المية او كم مجموع، في النهاية هو استوعب المادة العلمية ولا لا، استوعب اللي خده في المدرسة ولا لا. احنا لما بنقيس استيعاب المادة التعليمية للطالب، هو لو ضعيف نشد عليه ونذاكر عليه ان شاء الله في الترم الثاني ويبقى متفوق، يعني خليه نذاكر في المادة يعني، لا نذاكر عليه، ما انا مش هعديها اصلي. صباح الخير يا امام، نذاكر عليه. نذاكر عليه حتى نحتفل ونحتفل برضه مع بعض، ما احنا لما هنذاكر عليه هنحتفل ونحتفل. ان احنا يعني نشد على نفسنا ونذاكر في الترم الثاني، وفي فرص، وحتى في نظام التعليم الجديد يا منى مش بس بيدخل الامتحان مره واحده، ممكن تدخل اكثر من امتحان ده في الثانويه العامه. صحيح. في نهايه العام، لكن هو في النهايه هو قياس لمدى استيعاب الماده التعليميه. وانا اظن واعتقد ومش عارف ده صحيح ولا لا يا منى، وانت استاذه جامعه في النهايه ممكن تصحي لي، يعني كل ما كان الشخص الطالب عنده ثقه في قدراته وامكانياته وذاكر طول السنه، هيبقى الضغوط عليه خفيفه في الامتحانات. طبعا. او على الاقل اخف من زميله اللي هو كان مهمل وما ذاكرش وما كانش عنده جديه من بدايه العام الدراسي. طول ما احنا بنذاكر يوم بيوم، طول ما احنا مهيئين البيئه المناسبه والبيت المناسب للطالب، ان هو بعيدا عن دروس خصوصيه طبعا، ان هو يذاكر وان هو يعرف يستوعب الدروس ويكون ملتزم في المدرسه، كل ما كانت الضغوط اوقات الامتحانات خفيفه وتكاد تكون بسيطه او منعدمه. فدي نقطه مهمه، واللي ما لحقش يعمل ده في الترم الاول، احنا عندنا لسه الترم الثاني جاي بعد شهر تقريبا، يعمل ده في الترم الثاني، وفي النهايه كل ده تأهيل للحياة العملية بعد كده. بما أن أنت كلمت في النقطة دي تحديداً، هقول لك الكلمة أو النصيحة اللي أنا من أول يوم في الترم دايماً حقيقي بقولها للطلبة اللي بتشرف أن أنا بدرسهم في الجامعة. دايماً أقول لهم في شقين، في شق للأسرة اللي احنا بنتكلم فيه أنا وهمام، إزاي تهيئ الأجواء ونقلل التوتر وبلاش مقارنات والحاجات دي، بس الشق الأكبر عليك أنت كطالب. كل ما هتحضر اكتر وتركز وانت في المحاضره، مش مشغول بتفكر في حاجات تانية او سرحان المحاضره او الكلاس او الفصل يعني، او مشغول بحاجات تانية او ماسك الموبايل بتبص فيه، كل ما هتركز اكتر وتحاول تتفاعل اكتر مع المدرس او مع استاذ الجامعه، مع زمايلك، تجتهد. كنا زمان والله واحنا في المدرسه على ايامنا بنقول حاجه حلوه قوي، حضروا للحصه اللي جايه او للكلاس اللي جاي، يعني ناخد فكره كده سريعا ولو قرايه سريعه بالعين، ايه الدرس بتاع بكره اللي هناخده. ده مهم جدا، لانك انت بتبقى قريت الحاجه كده مره، فلما بتدخل بقى وبتتشرح لك بتثبت في دماغك. مع التركيز، مع الاجتهاد والمراجعه والمذاكره اول باول، كل دي عوامل اساسيه في ان احنا نسهل على بعض الفتره الصعبه شويه بتاعه الامتحانات. وطبقة في النهايه حاجه مهمه جدا، انه اذاكر اول باول. دايما اقول بلاش الزنقه بتاعه ايام الامتحانات، يعني بلاش ابقى بقرا حاجه لاول مره اقراها ايام او ليالي الامتحانات. صحيح. لما تبقى عينيا اخذت على الحاجه وسمعتها قبل كده في المحاضره او في الفصل، دي بتفرق 100%. اخر رساله ممكن اوجهها لاولياء الامور، للاهالي والاسر الموجودين في البيوت وعندهم اولاد في الامتحانات، سهلوا على اولادكم اوقات الامتحان وايام الامتحان. في النهايه الدراسه هتعدي، وهو بشكل ما هيستوعب، سواء هيستوعب كميه كبيره او كميه قليله، مع الوقت مع الخبره في التعليم، مع الخبره في الحياه عموما، هيقدر يستوعب. نتمنى يعني انه يقدر يستوعب الماده التعليميه. كل ما كان البيت مهيئ، كل ما كان البيت مناسب، الجو مناسب للمذاكره للتشجيع، كل ما كانت النتيجه افضل. بلاش الضغوط النفسيه وبلاش الضغوط اللي احنا بنعملها دايما في البيت، بلاش حاله الطوارئ او الحالات الاستثنائيه اللي احنا بنعملها دايما في اوقات الامتحانات. ربنا يوفق كل الطلاب اللي كانوا بيبداوا من امبارح، في بعض الناس، انا ابني في سنه رابعه، انت عارفه سنه رابعه السنه دي. لطيفه والله، انا حبيبها يعني. انا عايزك تبقى تكلمني مره عن سنه رابعه كأب مش كإعلامي يعني. لا انا ممكن اخلي يعني زوجتي تتكلم، لان انا مش انا يعني. طب دي حاجه بقى مهمه قبل ما ننتقل لنشره الطقس، دي نقطه مهمه جدا، رجاء بجد بقى من كل زوج فاضل، مفيش حاجة اسمها لا هي المدام هي اللي أخذ بالها من الدروس ومن الدراسة والمذاكرة، أنا بشتغل، أنا دوري. إن أرجوك برضو يعني خلي في ليك إمبوت في الموضوع. لا أنا معاهم بقلبك،
بقلبك. معهم بقلبي بصراحه يعني، وبشجعهم يعني. طب في كده بشجعهم، لكن في النهايه اعترف الرجل. لا لا في النهايه والله يعني انا حابب جدا المنهج الجديد بتاع السنه الرابعه، برغم ان كان في كلام كتير وتحفظات كتير عليه، لكن انا حابب الموضوع وحابب طريقه التعليم الجديده، وانا اظن ان الاولاد بدات تستوعب الطريقه الجديده وحابه الطريقه الجديده، لدرجه يا منى ان الامتحانات ما بقتش نتيجتها بدرجات، بدات بالوان بقت بالوان يعني. بقت بالوان. انا محترمه جدا جدا الاتجاه اللي الدوله اخداه في انه التعليم يبقى الفهم وليس الحفظ. صحيح، ده الكونسبت اللي احنا بنتكلم فيه، ولادنا يفهموا مش يصموا كلمتين وندخل الامتحان نكتبهم وننسى بعد كده اي حاجه اخذناها. عموما زي ما همام قال، الدعوه اللي بنختم بيها هذا النقاش الصباحي هي ان ربنا يا رب يوفق الجميع، ان شاء الله تبقى امتحانات سلسه وسهله، وان شاء الله نحتفل جميعا بنتائج جميله ومبشره، وربنا يطمن قلوب ولادنا الطلبه وقلوب الاباء والامهات اولياء الامور يعني. والى حاله الطقس والنشره الجويه زميلتنا العزيزه سمر الزهيري. صباح الفل عليك. صباح الفل يا منى. صباح الخير يا همام. انا الحقيقه ببقى مستمتعه جدا وانا واقفه وبستمتع لنقاشكم ومناقرتكم مع بعض يعني. ربنا يخليك يا سمر. بالحديث بقى عن يعني موسم الامتحانات وحصاد النصف الاول من العام الدراسي، خلينا نطمن اولياء الامور والطلبه على حاله الجو. يا ريت. اتفضلي. والآن مشاهدينا ننتقل إلى خدماتنا اليومية التي نبدأها باستعراض التغيرات في الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد انخفاض بدرجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد صقيع على وسط سيناء. هذا وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد. خلونا نستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم. درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 9 درجات والعظمى 16 درجة، الإسكندرية الصغرى 10 درجات والعظمى 16، مطروح الصغرى 9 والعظمى 15، بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 17. بالانتقال إلى شرم الشيخ فتكون درجة الحرارة الصغرى 14 والعظمى 20، الغردقة الصغرى 13 والعظمى 19، الأقصر الصغرى 8 درجات والعظمى 17، أما عن أسوان فتكون درجة الحرارة الصغرى 8 درجات والعظمى 17 درجة. للتعرف أكثر على حالة الجو ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك دكتورة منار، ونتعرف أكثر على حالة الطقس النهاردة في القاهرة وفي يعني مدن القناة والصعيد والوجه الإبلي. تفضلي. صباح الخير على حضرتك أستاذة سمر، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. احنا اليوم مستمرين في التقلبات والتغيرات الجوية في حالة الطقس، بين طبعا انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار وأيضا نشاط الرياح. متوقع اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار طبعا وخلال ساعات الليل. يمكن العظمى اليوم متوقع تسجل 16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، خلال ساعات الليل هتوصل لتسع درجات. يعني الطقس نقدر نصفه خلال ساعات النهار ان هو طقس بارد على كافة مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار طبعا رغم طلوع أشعة الشمس اللي احنا بنحضنها الآن. كمان خلال ساعات الليل الطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية أيضا، يوصل لحد الصقيع على وسط سيناء وكمان بعض المناطق من شمال الصعيد. يعني درجات الحرارة خلال ساعات الليل بتنخفض أقل من 5 درجات. أيضا نشاط الرياح اليوم بيساعدنا على الإحساس أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس. بالإضافة اليوم متوقع اليوم استمرار كميات الأمطار وسقوط أمطار على سواحلنا الشمالية للبلاد وبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. هتكون أمطار متوسطة على سواحلنا الشمالية الشرقية وطبعا مدن القناة وبعض المناطق من شمال الوجه البحري. أيضا الأمطار كمان هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا وكمان بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية. خلينا نقول إن كميات الأمطار اليوم هتبقى أزيد من اللي إحنا شفناها بالأمس. أيضا الأمطار كمان هتمتد لبعض المناطق من شمال الصعيد وتكون أمطار خفيفة. متوقع اليوم كمان أيضا استمرار نشاط الرياح اللي هيزود دايما إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة وهيؤدي لاضطراب حركة ملاحة بحرية على البحر المتوسط. ارتفاع الموج اليوم هيتجاوز 3 متر على البحر المتوسط. دايما النصائح بقى نحب نوجهها للساده المواطنين لان احنا مستمرين في انخفاض درجات الحراره دي لنهايه هذا الاسبوع باذن الله. وكمان سقوط الامطار اليوم قلنا هيبقى اكثر من اللي احنا شاهدناه بالامس، فطبعا
طبعا الساده المواطنين هنستمر في ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل. ايضا كمان نتابع النشرات الجويه بشكل كويس جدا، لان احنا اي تغيير في الحاله الجويه او في حاله طقس هنعلنها مع حضراتكم اول باول في نشراتنا الجويه. ايضا كمان مع سقوط الامطار الساده قائد المركبات والمسافرين على الطرق، القياده بالتزام واتباع كافه تعليمات المرور، ونبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، ودايما يا رب نتمنى السلامه للجميع. بكل تاكيد بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على هذا الكم من المعلومات فيما يخص الطقس اليوم، شكرا جزيلا لك. والان مشاهدينا نعود لاستكمال باقي فقرات استوديو هذا الصباح مع زميلي منى وهمام. شكرا ليكي سمر. ليكي يا سمر. دلوقتي مشاهدينا نروح نشوف مواعيد قطارات من والى الوجه الابلي والبحري. البعض قد يعتقد انه التمرينات الدفاع عن النفس او الفنون القتاليه، يعني اللي هي بتندرج تحت الفنون القتاليه عموما، انها صعبه جدا جدا وانها محتاجه سنين عشان الواحد يتعلمها. في الحقيقه انه اي حاجه كبيره بتبدا من خطوات صغيره، وبالتالي الدفاع عن النفس ممكن جدا حتى في البيت من خلال مشاهدتك لبعض التمرينات تقدر تعرف البيزكس او الاساسيات زي ما بيقولوا، وبعدها يعني ومنها كمان هتحقق طبعا المرونه وممارسه الرياضه اللي احنا طول الوقت بنتكلم عليها، وبعدها لو حبيت تزود العيار شويه بقى وتبقى يعني من المتخصصين في مجال الدفاع عن النفس ممكن تكمل التمرينات دي وتروح لمستوى أعلى من هذه التمرينات. الكابتن مروان الغمري مدرب اللياقة البدنية والفنون القتالية هياخدنا دلوقتي لجولة أخرى من الجولات اللي بيقدمها لنا في هذا الصباح عن الدفاع عن النفس في التقرير التالي. صباح الخير، صباح الجمال على كل مشاهدين إكسترا نيوز، يا رب كلنا يكون بخير وبصحة وسعادة يا رب. أنا كابتن مروان الغمري، النهاردة مكملين في فقرة السلسلة الدفاع عن النفس، والنهاردة نعمل حركات برضو سهلة تمام ونركز فيها قوي قوي قوي. طيب أنا ماشي تمام، برضو إحنا حد اعترضني خلاص أي برضو شكل من الأشكال، إيه هو هيكون التعامل معاه؟ طيب في تكنيك جديد احنا نقدر نعمله النهارده سوا برضه يكون سهل وسلس وجميل جدا وفي نفس الوقت قوي. طيب نيجي حط ايدك لو سمحت هنا. طيب رقم واحد اهو، حطت ايده على كتفه، جامد جدا. اول حاجه بعملها ايدي اليمين مع ايدي الشمال الاثنين مع بعض، خلاص اهي 1 2 لكمه يمين 3. طيب نعملها مع بعض كده بالراحه. طيب ماشي، حط 1 ها، ما ينفعش انا اعمل 1 وبعد كده اعمل 2، لا انا عايز اعمل 1 و2 مع بعض، يعني ايدي الاثنين قبضه ايديا بالشكل ده من هنا وايدي الشمال، خلاص هكون قافلها كويس جدا وهو حاطط ايديه من فوق عندي، خلاص عند الكوع عند المفصل من هنا، مش هضربها من هنا ولا هضربها من هنا، لا انا عايز اضربها من الكوع عشان تكون شكلها اقوى واسرع، وكمان عشان هو لو قوي
عليا او كلامنا كله. بالخاص احنا برضه احنا بنتكلم برضه عشان البنات برضه ما تقوليش انا هعمل ايه او الكلام ده كله هو اقوى مني. فانا بقول لك على الحاجات اللي انت تعرفي تستخدميها تمام، لو انت مثلا لو انت قصادك مين تمام. بس اهم حاجه زي ما قلنا ما ننساش لما اجي اقف واتعامل المفروض اللي انا واقف وقفه الديفنس بتاعتي تمام، اللي انا ايه وقفه الديفنس اللي انا بقف وقفه الاستعداد بتاعتي اللي احنا زي ما احنا قلناها الفقره اللي فاتت بكون انا عشان انا بتكلم كمروان اللي انا ايمن. طيب الشمال بخليها قدام واليمين ورا عشان يكون في ثبات لجسمي. هو الخصم اللي قدامي هو مش عارف انا بعمل ايه، يعني انا واقف مثلا معايا والكلام ده كله انا مش لا مش هقول له مثلا لا استنى هقف الاول وقفه الاستعداد زي ما احنا اتعلمنا تمام وزي ما شفنا، لا خالص. لا انا بقف واقف وقفه العاديه الشخص يتعامل معاه بشكل عنيف ايا كان. خلاص انا بقف الوقفه بتاعتي اللي انا بطلع الشمال واليمين ورا واقف كده وهو حاطط ايديه. خلاص بعمل اول حاجه اهي 1 الاثنين مع بعض اهي تاني 1 لكمه يمين وانا قافل قبضه ايديا كده كده انا اوريدي انا قافلها تحت. خلاص فانا لما اجي احطها الاثنين مع بعض ايده فتحت الوش عنده فتح، فانا اقدر في الحاله دي اللي انا اقدر استخدم لكمه يمين مستقيمه اهي 1 وراها رجل الشمال نعملها بالراحه خالص. رجل الشمال بيكون بجيبها ضاربها من الكعب الرجل تمام على نفس الاتجاه الرجل اللي انا اضرب بيها. يعني انا ما ينفعش اجي اضرب الرجل مثلا اليمين عشان اجي اوقعه يوم انا جاي مثلا اجي اوقعه من الناحيه دي، لا انا مش عايز كده. طالما انا واقف وخلاص اوريدي انا خدت اوردر اللي انا هتعامل يبقى انا عملت 1 بعد كده حطيت 2 خلاص رجلي اليمين بضربها عند كعب الرجل من هنا ايد الشمال عند الشيست اهي مع بعض تاني. نخلينا في حاجه حاجه خالص خلاص احنا ايه هنتعامل بس احنا نعرف ازاي هوقع الخصم وبعد كده نعملها كلنا مع بعض واحده واحده. طيب تمام اهي رجلي بضربها كعب الرجل ايدي هنا اهي ارجع تاني ما عملتش اي حاجه خالص اهو وقع وانا واقف في امان. انت واقفه في امان انت واقف في امان. خلاص انا ماشي في الشارع هو اللي اعترضني هو عايز اتعدى عليا عايز مثلا يعمل اي شكل مشكل اتفاجئ اللي انا عملت كده تمام. سهله جدا والله حتى لو حد فوق ال 60 سنه ملهاش اي علاقه وحد مثلا وهو صغنن جدا برده ملهاش سن. خلاص هي كلها تكنيك تمام وتركيز اللي انت تعرفي تعملها ازاي وانت تعرف تعملها ازاي. نعملها مع بعض بشكل كامل بالراحه خالص تمام. حط يا طلعت ماشي اهو اول حاجه اهو حط ايدك تاني 1 2 باخد وقفه الاستعداد بتاعتي وقفه الديفنس بركز اعمل ايه بقفل قبضه ايديا من هنا اهي قبضه ايديا اهي صباعي الخامس من هنا بقفله بالشكل ده هنا والشمال نفس الكلام الاثنين مع بعض اهم. يعني انا ما ينفعش اضرب اللكمه وانا صباعي هنا ما ينفعش اضرب اللكمه وانا صباعي هنا دي هتتكسر دي هتتكسر. لا انا بخلي صباعي كده هنا بالشكل ده ولما اجي اضرب اللكمه بيكون طالع بالشكل ده هنا كده تمام. والافضل لما يكون في لفه وسط. يعني ايه لفه وسط؟ يعني انا مشت رجلي اليمين بيلف تمام مع قبضه ايديا وهي طالعه واحد وارجع تاني سهل خالص واحد وارجع تاني اهي مشت رجلي اليمين انا كده ما جيتش جنب الشمال اليمين هي اللي طالعه تمام. انا لما اجي اضرب الضربه اليمين غير ما الف وسطي تمام هي هتيجي تمام وهتوصل بس مش هتيجي بالباور اللي انا عايزه لخاص عشان انا اللي قدامك ده مثلا شديد او عنيف او جامد عليك او جامد عليك او جامد عليك انت خلاص. فانا مش عايز كده انا عايز اعملها تكنيك صح تمام يكون عندك ثقه في نفسك ويكون عندك ثقه في نفسك كويس جدا. مشت رجلي اليمين بيلف مع قبضه ايديا من تحت انا مش واقف فوق واقف وقفه الاستعداد وانا ايدي فوق لا خالص انا اريد انا ايديا تحت خالص بس انا كل اللي عملته انا اقفل الوقفه خلاص واقفل ايديا واليمين ورا والشمال قدام واقف وقفه الاستعداد بتاعتي. مشت رجلي اليمين مع قبضه ايديا 1 وارجع تاني اهي تاني 1 الضربه نفسها طالعه من كتفي اهي مستقيمه ستريت 1
2 3 4 5 اهي الجزء ده كله. انا خابط، انا ضارب الضربه وانا جاي بوست اليمين ده كله خلاص. تخيل، تخيل لو تخيلي الضربه طالعه بقوه ميزانك اليمين ده كله، يعني مثلا من مشط رجليكي للرجل للوسط للدراع، كل دي انت خابطها وانت او انت خابطها في الدقن الخصم. خلاص اهي طالعه واحد. شكرا للكابتن مروان الغمري. بالامس او مساء امس حقق المنتخب المصري الفوز الاول بشكل شاق وصعب جدا على منتخب غينيا الاستوائيه بهدف محمد صلاح تقريبا في الدقيقه في الدقيقه 70. غينيا وغينيا بيساو غينيا الاستوائيه مشاركين في البطوله، لكن المجموعه بتاعتنا غينيا بيساو. على اي حال المنتخب المصري عزز فرصه الكبيره للصعود لدور 16، يكفي فقط التعادل امام السودان يوم الاربعاء القادم، ما كناش نكسب، وده المطالب من المنتخب المصري حتى يتم او نصعد الى دور ال 16، وبعدها نشوف هنقابل مين ان شاء الله في دور ال 16. خلينا نعرف اخبار اخرى متعلقه بالمنتخب المصري وبطوله الامم الافريقيه مع سمر الزهيري. سمر شكرا ليك همام، والان مع اخبار الرياضه والبدايه مع كاس الامم الافريقيه. حقق منتخب مصر فوزه الأول ببطولة أمم إفريقيا بعد تغلبه على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون لعام 2021، ليحصل المنتخب الوطني أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، حيث سجل محمد صلاح هدف الفوز لمصر في الدقيقة 69 من عمر المباراة. ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر والسودان يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات. للمزيد من النقد والتحليل ينضم إلينا الناقد الرياضي الأستاذ هاني عبد النبي. أستاذ هاني صباح الخير عليك أولا، وثانيا كيف ترى تحقيق منتخب مصر لأول 3 نقاط في مشواره بالبطولة وأهمية هذا الفوز؟ صباح الخير يا سمر عليك وعلى كل مشاهدين القناة المتميزة. حقيقي كلنا سعداء بعودة الروح للفريق أو المنتخب الوطني، وتحقيق 3 نقط غاليين هيساهموا بشكل كبير جدا في بلوغ منتخب مصر لدور ال 16 في بطوله كاس الامم الافريقيه المقامه حاليا في الكاميرون. اكيد المستوى امبارح امحى من اذهان الجماهير الصوره الضعيفه اللي ظهر بها المنتخب في الجوله الاولى قدام منتخب نيجيريا المتواضع، يعني كان منتخب مصر كان هو صاحب يعني كان يمتلك فرصة كبيرة في الفوز على نيجيريا، لكن كان المستوى بعيد خالص. امبارح عاد كارلوس كيروش باللاعبين إلى مراكزهم المعتادة، وشفنا محمد صلاح كجناح يمين، شفنا مصطفى محمد بيلعب مهاجم، شفنا مفيش فلسفة في وضع اللاعبين أو تمركزهم في الملعب، وبالتالي عاد بالمنتخب إلى 60 أو 70% من المستوى اللي احنا بنأمله أو كجماهير بنأمله إن شاء الله في المباراة الجاية. حصول 3 نقاط بيأهل منتخب مصر بشكل كبير جدا للصعود، خاصة إن المنتخبات هيتاخد منها أفضل توالت وهيتاخد أول وتاني، وبالتالي نعتبر إن منتخب مصر حتى الرجل في الأدوار المقبلة. مباراة السودان القادمة خلينا نحتفل جميعا بإن هي هتكون مباراة في الذكرى 95 لأعرق مباريات بطولة كأس الأمم، وهي أول بطولة تمت سنة 57، المباراة الأولى اللي جمعت ما بين مصر والخرطوم ومصر والسودان في
في ملعب الخرطوم، وكان كان فاز فيها منتخب مصر 2-1. فبيمر 95 سنة على هذه المباراة اللي هي أول مباراة في بطولة أمم أفريقيا. أعتقد إن دي في حد ذاتها تكريم للمنتخبين اللي بيشاركوا بشكل كبير وتاريخي في البطولة. أستاذ هاني، خليني أقول لحضرتك أنه يعني العديد من عشاق كرة القدم شايفين أنه مستوى المنتخب ممكن يكون أفضل من ذلك بكثير، خاصة بعد وعود كيروش بأن المستوى سوف يختلف ويرتفع عن ما حدث في الجولة الأولى مع أو في مباراة نيجيريا. إذن هل تتوقع أن يكون هناك تطور بشكل أكبر لأداء منتخب مصر خلال المباريات القادمة؟ أكيد بالطبع، إحنا كلنا منتظرين زيادة في المستوى. المستوى امبارح ما كانش 100%، لكن إحنا بنتطلع لأن المباراة القادمة قدام منتخب السودان هيكون فيها المنتخب اللعيبة حافظت بعض بشكل أكتر، خاصة إن في عناصر جديدة بتدخل المنتخب بتلعب لأول مرة مع اللاعبين أصحاب الخبرات. وبالتالي إحنا شايفين، لا إحنا شايفين إن في اعتقد تقدم في مستوى اللعيبه، ومفيش تقدم بيحصل بين يوم وليله. وبالتالي لما نقول ان احنا وصلنا ل 60% من مستوى منتخب مصر في المباراه الماضيه قدام غينيا بيساو، فاحنا بنتطلع ان المستوى يكون 80% ثم نصل لل 100% او للكمال ان شاء الله في المباراه اللي هتكون في الادوار الفاصله. المنتخب مصر طبعا اهم ايجابيه كمان حصلت امبارح ان نجمنا محمد صلاح بيعود للتهديف بعد غياب 292 يوم عن اخر هدف سجله مع منتخب مصر. نعم، بشكرك بالتاكيد. شكرا جزيلا الاستاذ هاني عبد النبي الناقد الرياضي على هذا الكم من النقد والتحليل، شكرا جزيلا لك. يمتلك منتخب مصر السجل الأكبر من اللاعبين المتواجدين باللقب هداف كأس الأمم الإفريقية في تاريخ البطولة، حيث سبق وتوج 8 لاعبين من منتخب الفراعنة باللقب خلال 24 نسخة شارك فيها المنتخب الوطني. تأهلت نيجيريا رسميا لدور 16 لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون بعد الفوز بثلاثية على منتخب السودان مقابل هدف. وبهذا الفوز احتل المنتخب النيجيري قمة مجموعة منتخب مصر برصيد 6 نقاط. تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا والتي تستضيفها الكاميرون، نتابع في التقرير التالي. مواجهات نارية تشهدها ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الأراضي الكاميرونية، والتي تستمر حتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخب. في مواجهة عربية يلتقي منتخب تونس مع موريتانيا في محاولة لتصحيح المسار بعد بداية سيئة أمام مالي انتهت بخسارة نسور قرطاج بهدف نظيف، وأهدر خلالها وهبي الخزري ركلة جزاء لتونس. منتخب المرابطون بدوره بدأ المسابقة بمباراة مع غامبيا وانتهت بهزيمته بهدف نظيف، ويأمل الآن في تحقيق نتائج إيجابية للتأهل إلى ثمن النهائي. وعلى استاد لمبي يخوض منتخب الجزائر مباراة هامة أمام غينيا الاستوائية ضمن منافسات المجموعة الخامسة في رحلة الدفاع عن لقبه، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل السلبي بالجولة الأولى أمام منتخب سيراليون. وسيخوض محارب الصحراء موقعة لمبي بصفوف مكتملة بعد تعافي الرباعي إسماعيل بن ناصر وألكسندر أوكيجا ورامز زروقي وأدم والناس من إصابتهم. المجموعة الخامسة أيضا تشهد مباراة في غاية القوة والإثارة بين منتخبي كوتيفوار وسيراليون،
منتخب الأفيال يدخل بكامل قوته وتركيزه لتحقيق العلامة الكاملة والسيطرة على صدارة مجموعته. أما منتخب سيراليون يسعى لتعويض تعادله في الجولة الأولى للاقتراب من الدور المقبل. نهاية جولتنا الرياضية، والآن عودة إلى استوديو هذا الصباح. إليك همام. شكرا جزيلا يا سمر، وهرجع لك إن شاء الله على رأس الساعة في موجز الأخبار. تعالوا نروح لمجموعة من الأخبار، فيها يعني أخبار غريبة شوية وطريفة شوية، وفيها أخبار بمعلومات مهمة جدا. هنبدأها مع حضراتكم بحكم محكمة صدر على معلمة أمريكية بالسجن 18 شهرا. والحقيقة الخبر لما تسمعه على طول هيجي على بالك المثل الشعبي بتاعنا اللي بيقول حاميها حراميها. المدرسة دي ثبت انها سرقت آلاف من أجهزة الآيبود، الآيبود اللي بنشغل بيه المزيكا، وكانت الأجهزة دي أصلا مخصصة لتلاميذ من اللي هم اللي من أصل الهنود الحمر. القصة جت بشكل غريب شوية، أنه المفروض أنه المدرسة أو المنظومة التعليمية اللي هي فيها بتصرف للمدرسة دي، هي اسمها كريستي ستوك، المفروض أن هي تصرف أكتر من 3000 جهاز من الآيبود عشان توزعها على الطلبة. وبدل ما توزعها على الطلبة أخذت الأجهزة دي كلها 3000 جهاز وعرضتها بمبلغ 800,000 دولار على الاي باي، موقع اي باي طبعا المعروف جدا في العالم، وهو متجر الكتروني معروف جدا طبعا. الكلام ده او الواقعه دي كانت ما بين 2013 و2018. هذه المعلمه بدات هذا التصرف وهذا المخطط في عام 2013، كانت مسؤوله عن برنامج لمنطقه المدارس المركزيه الموحده في نيو مكسيكو في الولايات المتحده. وهذه الأجهزة كانت مصممة لتوفير، أو المدرسة أو البرنامج كان مصمم لتوفير هذه الأجهزة للطلاب الأمريكيين الأصل واللي بيعيشوا في محميات قبلية، كانوا مهمشين، والحكومة الأمريكية قررت أنها توزع هذه الأجهزة عليهم، لكن المعلمة قامت بسرقة وبيع هذه الأجهزة. تقريبا كسبت 800,000 دولار من بيع أكثر من 3000 جهاز آيبود في الفترة من 2013 ل 2018. المحكمة طبعا حكمت على هذه السيدة، على هذه المعلمة، بالسجن لمدة 18 شهر، وبتأمل المحكمة أن تكون عقاب رادع لكل من يقوم بسرقة هذه الأجهزة التعليمية والتي كانت طبعا مخصصة للأمريكيين من أصل الهنود الحمر في الولايات المتحدة. طبعا دي صور بعض الأجهزة لو أنا شايف صح منها؟ الشاشة بعيدة بس معلش شوية فأنا يدوب شايف. طيب خلينا نروح لخبر تاني. نروح لخبر تاني. في كتير جدا مننا ناس عارفين كويس أهمية المعادن الغذائية بس مش عارفين نقصها بيؤدي إلى إيه، أو العكس، أو كترتها في الجسم ممكن تؤدي إلى إيه. عايزين نتكلم حضراتكم في الفقرة دي، بما ان احنا كمان في فصل الشتاء والجو برد، فمحتاجين قوي نتغذى كويس عشان نحاول نقاوم هذا البرد بطرق طبيعية عن طريق التغذية السليمة. عايزين نتكلم مع حضراتكم عن الحديد، عنصر الحديد او معدن الحديد. حقيقة انه نقص الحديد بيعتبر هو احد الاسباب الرئيسية للإصابة بالأنيميا او فقر الدم، يعني عبارة عن طبعا نقص في كرات الدم الحمراء. وبيصبح من المهم جدا جدا زيادة تناول الفرد الحديد أول ما يتشخص بأنه أنيميا، أنه عنده أنيميا. عايزين نعرف أكتر تفاصيل عن عنصر الحديد، الكمية المناسبة منه في جسم الإنسان قد إيه، الزيادة منه تؤدي إلى إيه، والنقص منه يؤدي إلى إيه، والحديد كيف نجده في مصادر الطعام الطبيعية والتغذية المختلفة. هاتفيا معنا دكتورة منى عبد المطلب استشاري التغذية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتورة منى. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ طيبة. طيب. نسبة مش قليلة، ربنا يخليك يا فندم، نسبة مش قليلة من المصريين عندهم للأسف أنيميا، عندهم مرض فقر الدم أو نقص الحديد في الدم. تحديدا ايه السبب يا فندم في هذه النسبة اللي مش قليلة من المجتمع المصري؟ هل هو سبب وراثي، سبب جيني، ولا سبب من ضمن أسباب سلوك مش صحي بالنسبة للمصريين في تناول الغذاء؟ والله احنا عندنا أسباب كده كتيرة قوي، بس أشهرها زي ما حضرتك قلت هو مشكلة فقر الدم أو نوع الأنيميا اللي هي أنيميا نقص الحديد. أنا حاجة عارف إحنا عندنا أنواع أنيميا كتير قوي. صحيح. ممكن مثلا الأنيميا اللي هي خلايا الدم فيها بتتكسر زي أنيميا البحر المتوسط، أنواع كتير قوي بقى من تكسير الدم ده موجود. عشان كده طبعا إحنا لازم تشخيص الأنيميا لازم الأول
الطبيب يبص على صوره الدم ويحدد نوعها، بس النوع الاشهر زي ما حضرتك قلت هو نوع انيميا نقص الحديد او فقر الدم، وده نتيجه بقى عوامل كتير عندنا في مصر الحقيقه بتحصل. منها ان احنا عندنا فترات معينه مثلا احنا بنشوف انيميا نقص او فقر الدم دي اكتر في البنات او في السيدات، وده بيحصل اكتر فيهم لان حضرتك عارف السيده بتمر في مراحل حياتها بكميات فقد كتير قوي من المخزون اللي عندها، فتلاقي مثلا انه هي طفله محتاجه تنمو فمحتاجه تاخد الحديد من مصادره كويسه علشان تنمو، بعد كده تخش فتره المراهقه فيبتدي البلوغ فتفقد شهريا مع الدوره الشهريه كميه دم فمحتاجه انها تعوضها، للاسف ده ما بيحصلش. ثم بعد كده تخش بقى على فتره حمل ولاده ورضاعه، فكل ده بيسحب من مخزونها اللي هو اصلا ما كانش موجود بما يكفي يعني قبل كده، ومحتاجه برضو انها تعوضه كويس قوي قوي سواء بالاكل او بقى بالتدعيم بالاقراص لو وصلنا لمرحله انيميا يعني فعلا. ده كله هو المسبب بقى. فلو يعني جمعنا الحاجات اللي بنفقد فيها دي كلها بلس ان احنا كمان ما بناكلش مصادر الحديد في الاكل وما بنهتمش ان احنا ناخد اكل متوازن، ده الحقيقه يعني اشهر سبب عندنا لحدوث الانيميا ساعتها. طيب ايه اشهر الاغذيه يا دكتوره منى اللي فيها الحديد اللي يديني يديهولي بشكل طبيعي للجسم بدون ما اضطر الى اللجوء للسبلمنتس او المكملات الغذائيه والادويه؟ هو احنا دايما ننصح كده يعني حسب برضو الفئه العمريه وحاله يعني مثلا كتير مثلا من الحوامل اللي يجوا لنا فاقول لهم مثلا انه حتى احنا لو مش بنجيب مثلا مصادر اللحوم او يعني حضرتك عارفين ان الحديد في اللحوم او المصادر الحيوانيه بيمتص اكثر كتير وكميه اكبر كتير، لكن حتى لو مش قادرين نعمل ده ممكن في حاجات نباتيه ناخدها زي مثلا معلقه العسل الاسود، معلقه كبيره دي لو اخذناها يوميا خصوصا في الست الحامل ممكن تدوبها على كوبايه ميه وتحط عليها عصره ليمون، ده هيزود قوي امتصاصها. معلومه السبانخ يا دكتوره منى المليانه حديد دي صحيحه؟ الحقيقه هي السبانخ فيها حديد بس لو اتاكلت نيه، لان لما بتطبخ بتتحد الحديد مع الاكزالات حضرتك عارف المعادن بيمسكوا في بعض فللاسف امتصاصه بيبقى سيء جدا، فاحنا ما ينفعش نعتمد عليها يعني. طيب العسل الاسود والسبانخ بس بدون الاعتماد عليها، ايه تاني يا دكتور من الاغذيه؟ طبعا المصادر النباتيه كتير زي الخضروات الورقيه الداكنه كلها زي الفواكه منها الموز والتفاح طبعا، و يعني معظم الفواكه الحقيقه هتلاقي مليانه حديد، لكن لو اتكلمنا بقى على مصدر الحديد اللي هو بيمتص بسرعه قوي هتلاقيه طبعا في اللحوم الحمراء والكبده والكبده الجملي خصوصا، واحنا عندنا في مصر الناس بتحب تعمل الكبده الجملي دي كفته، فدي عاده الحقيقه جميله يعني احنا لو فعلا اعتدنا عليها لانه نسبه الحديد اعلى ما يكون في الكبده الجملي. هنا في منطقه في الجيزه مشهوره بقصه اللحم الجملي عموما والكبده الجملي على الجملي. على اي حال دكتور منى عبد المطلب استشاري التغذيه شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله. بعد فاصل قصير مشاهدينا الاعزاء هنتكلم عن موضوع التغيرات المناخيه. زي ما احنا عارفين مصر تحديدا في مدينه شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم ستستضيف قمه المناخ في دورتها ال 27، القمه اللي فاتت 26 كانت في شهر نوفمبر الماضي كانت في جلاسكو في المملكه المتحده، ومصر تستضيف القمه القادمه. في منتدى شباب العالم الاخير الاسبوع الماضي كنا بنتكلم او كان في جلسه مخصصه تحديدا عن قمه المناخ، وحتى في توصيات المنتدى كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان طلب من منظمي المنتدى اشراك الشباب في اختيار الموضوعات واشراك الشباب بشكل عام في استضافه شرم الشيخ لقمه المناخ في نوفمبر القادم. على اي حال هنتكلم عن كل التفاصيل المتعلقه بالتغيرات المناخيه. بالامس ايضا كان في زياره مهمه تتعلق بتغير المناخ مع وزيره البيئه وايضا وزير الخارجيه. هنتكلم بعد هذا الفاصل عن كل هذه التفاصيل ما يتعلق بقضيه المناخ واستضافه مصر للقمه 27.
يا اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. زي ما كنا بنقول لحضراتكم قبل الفاصل على طول انه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في اليوم الختامي يعني تحديدا في الحفل الختامي مع التوصيات اللي اعلنها اعلن توصيه في غايه الاهميه لان هي متعلقه بموضوع العالم كله اصبح ملتفت ليه بشكل كبير جدا الا وهو تغير المناخ. وقام الرئيس بتكليف إدارة شباب المنتدى مع الجهات بالتنسيق طبعا مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة في إعداد قمة المناخ 27 أو كوب 27 المقررة نعقدها إن شاء الله في شرم الشيخ نوفمبر القادم. الحقيقة أنه الحديث عن المناخ ما بقاش دلوقتي رفاهيه خالص، والكلام ده بقاله كذا سنه مش حاجه حديثه يعني، لكن التسابق لاتخاذ خطوات فعليه وجاده وليس مجرد توصيات او شعارات من قبل دول العالم وتحديدا الدول الصناعيه طبعا الكبرى وهي المتسبب الاكبر فيما وصلنا اليه للاسف من احتباس حراري ومشاكل اخرى كثيره متعلقه بالمناخ، كل دي امور اصبحت الان في غايه الاهميه. عايزين نتكلم عن هذا الموضوع، عايزين نتكلم عن جهود الدوله المصريه في الحفاظ على المناخ بقدر المستطاع. عايزين نتكلم طبعا عن يعني الاستعدادات المختلفة لقمة كوب 27 إن شاء الله في نوفمبر القادم في شرم الشيخ في مصر وموضوعات أخرى كثيرة مع ضيفنا اللي منورنا في هذا الصباح في الاستوديو الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ وعضو المكتب الفني لوزير الزراعية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور أستاذة منى، أستاذ همام، ربنا يخليك وشكرا جزيلا. خلينا نبدأ بآخر حاجة حصلت امبارح تحديدا، كان في زيارة هامة لرئيس المؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي بين وزير مع وزير الخارجية وأيضا وزيرة البيئة، وتم بعد هذا اللقاء والاجتماع إصدار بيان مشترك بين كل الأطراف. كيف تنظر مصر بشكل عام على خلفية هذه الزيارة وعلى خلفية ما حدث في مؤتمر منتدى أو منتدى شباب العالم، كيف تنظر إلى قضية المناخ بحكم استضافتها للقمة القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول لحضراتكم على إتاحة الفرصة. نتكلم في موضوع تغير المناخ. كتير من المواطنين حتى المواطن البسيط بيسمع تغير مناخ، طب هيتغير لإيه؟ تغير المناخ هي قضية أصبحت قضية وجودية على مستوى كل دول العالم وليست فقط الدول المتأثرة اللي هي الدول النامية. صحيح. تغير المناخ يعني أن المناخ السائد والمعروف منذ عشرات أو مئات السنين في منطقة ما على سطح الأرض بيتغير. بيتغير بقى سواء تفصيليا جزئيا، في أجزاء منه بتتغير. مصر كانت من الدول المهمة في هذا الملف، تعاملت مع هذا الملف بذكاء كبير، وذلك كان واضح جدا من خلال حتى كلمة فخامة الرئيس في الكوب 26، الكلمة المشهورة والمعروفة اللي مصر دفعت فيها عن مصالح الدول النامية. لأول مرة الدول النامية دي دول بتتأثر بالمناخ ومحدش بيساعدها ولا بيدعمها، والدول المتقدمة الصناعية هي الدول اللي بتسبب هذه الظاهرة لأنها دول صناعية. لا حتى يا دكتور في 2015 في قمة باريس، في قمة فرنسا يعني باريس المناخ اتفاقية باريس، مصر كانت متحدثة عن المجموعة العربية والأفريقية. بالضبط كده، ولكن الوضع اختلف لأن مصر كانت في بمثابة أنها هتنظم الكوب اللي بعده، فدايما العالم بينظر للدولة اللي هتنظم الكوب أو المقترح أنها تنظم المؤتمر اللي بعده بنظرة فيها دقة شوية. فجاءت كلمة مصر كلمة رحب بها من كل دول العالم النامي، مش دول أفريقيا لأن مصر بتمثل قارة أفريقيا في هذا المؤتمر اللي جاي، ولكن جاءت كلمة مصر إنها بمثابة كفاية عبث في المناخ، لابد من مراعاة مصالح الناس والدول النامية بالتحديد. لقاء رئيس الاتفاقية جاء مع المسؤولين المصريين في إطار الاستعداد للمؤتمر القادم اللي إن شاء الله يعقد في نهاية هذا العام في شرم الشيخ مدينة السلام، ولعل فخامة الرئيس يعني كأنه بالضبط بيدي تعليمات وتكليفات للشباب لأن هم أصحاب الأفكار دائما المتجددة، انه يبقى في مبادرات وافكار جديده قبل، احنا لسه معانا فتره اهو لغايه المؤتمر اللي جاي، فيبقى في افكار قابله للتطبيق على الارض. التغير المناخ مش فقط منتديات اعلاميه زي ما حضرتك ما قلتي، ولا مجرد كلام للمثقفين ولا للنخبه المثقفه، المواطن البسيط اللي في الشارع الان. صحيح. مع انخفاض الحراره هذه الفتره، الانخفاض الكبير في الحراره والارتفاع كبير جدا في شهور الصيف، في الصيف مع وجود امطار في مناطق لم تعهد امطار في يمكن في الحضر بتاعها زي أسوان وغيره، بيقول لا الدنيا اتغيرت، عاوز حد يقول له معلومة، عاوز حد يوجهه يقول له إيه المطلوب مني، أنا كمواطن بسيط جدا إيه المطلوب مني عشان أساعد أو أساهم في الحد من تغير المناخ، لازم حد يعرفه. طبعا ده فيه كلام كتير وتفاصيل كتير، وأنا عارف أن الوقت يعني متاح بسيط.
طيب دكتور محمد، الـ 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 الاستعدادات اللي مصر بدأت تاخدها لاستقبال هذه القمة، ومش بتكلم فقط على الاستعدادات اللوجستية، لا أنا أعني كمان الاستعدادات اللي ليها علاقة بالأجندة نفسها المطروحة وجهود الدولة المصرية، ما هي أبرز هذه الاستعدادات التي ظهرت ملامحها بالفعل حتى الآن؟ مصر استعدت لهذا الحدث قبلها فترة من سنوات، مش من دلوقتي، حتى من قبل ما تعرف أنها هي هتنظم أو هتفوز بتنظيم هذا المؤتمر. مصر تعهدت على نفسها معناها غير مساهمة في غازات الاحتباس الحراري، مصر بتساهم بما لا يزيد عن 0.5%، مع أن الصين 28% من مساهمة غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، هو المسبب الأكبر لتغير المناخ. مصر كل مشروعاتها اللي من الموازنة العامة هتكون مشروعات خضراء بحلول 2030، كلها هتكون مشروعات خضراء، المشروعات لا ينتج عنها غازات احتباس حراري، مع ان انا ما بساهمش اصلا. مصر دلوقتي دخلت في الطرح الاول من السندات الخضراء بقيمه 750 مليون دولار في خلال هذه الفتره. مصر مشروعات الطاقه النظيفه هتبقى حوالي اكتر من 40%، ممكن لغايه 50% بحلول 2030. كل الطاقه في مصر وهي طاقه كبيره هتكون من طاقه نظيفه، مش لا من بترول ولا من غاز ولا من غيره. فدي معناها ان الدوله بتستعد حتى على مستوى البنيه التحتيه. اوعى المواطن البسيط يظن ان الدوله بتبذل كل التكاليف والجهد ده في اعاده هيكله البنيه التحتيه والمحاور والطرق هباء، ولا مجرد عشان تسهيل حركه الناس. لها علاقه كبيره جدا حتى بتغير المناخ، لها علاقه كبيره جدا بان كل العوادم السيارات بالملايين السيارات اللي في الشوارع دي كلها يمكن تقل لمقدار اقل من النص خلال الفتره اللي جايه مجرد ما يبقى في تسهيل. حتى بعض الطرق زي طريق جنوب الضبعة وهو لا يتجاوز 250 كيلو أضاف للركعة الزراعية المصرية 300 ألف فدان حتى الآن، وفي طريقه أن يضيف مليون وأكثر من مليون خلال السنوات القادمة. طيب حتى لو تكلفة الطريق ده مليارات تساوي قد إيه بالعائد المترتب عليه؟ إذن الدولة قامت وبتقوم بمجهود كبير جدا على مستوى وزارة الزراعة حتى خلينا نتكلم على مستوى وزارة الزراعة. تمام، موضوعات التغير المناخي بشكل عام هي موضوعات معقدة شوية يا دكتور محمد، لكن احنا بنحاول نبسطها ونسهلها على الجمهور. الناس اللي بتشوفنا من اخواتنا واهلينا المزارعين في القرى والانحاء والمحافظات ممكن يعني ما يفهمش قصة او ما يدركش فكرة ان ازاي التغير المناخي بيؤثر على الشغل بتاعه، على الارض الزراعية بتاعته، على الفدان بتاعه المحصول. ازاي التغير المناخي بيؤثر بشكل مباشر على اهلينا الفلاحين الموجودين؟ باختصار شديد لو سألت اي مزارع في اطراف الدلتا والوادي في شرق او غرب مصر يقول لك يا بيه الجو اتغير. يا بيه الجو اتغير ده هو اسمه الكلايمت تشينج بتاعنا احنا، تغير المناخ. فتغير المناخ. الجو اتغير ليه؟ يقول لي الميعاد الزراعه اللي كنت بزرع بيه لقيته مش هو اللي جايب معايا، لقيت ان نمو المحاصيل بيتاثر، لقيت بعض الافات والامراض بتزيد اكتر من اللازم، لقيت التاخير في التلوين والتحجيم الثمار الى اخره من المشاكل اللي هو لم يعهد انها تكون موجوده في الوقت ده من السنه، فهو بيرجعها مباشره ان الجو اتغير، وفعليا الجو اتغير. فالمزارع البسيط عارف فعليا ان الجو اتغير، بس خبره المزارع البسيط، وانا مزارع بالمناسبه، خبرته الاف السنين، يعني انا خبرتي واخدها من والدي ومن جدي ومن جد جدي، فخبرتي كبيره جدا. صحيح. باجي قدام المناخ المزارع ويقف عاجزا، بقول لك ما اعرفش اعمل ايه. طب اروي ده الرايه ده اسهل حاجه، يقول لك ما انا خايف اروي المطر يجي فيغرق المياه زياده. او خايف اروي القمح هو مسنبل يرقد يعمل لي مشاكل. فاذا المعلومه المناخيه بسبب التسارع في تغير المناخ المزارع محتاجها. انا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج، بشكر حضرتك على ان حتى هذا الموضوع نتكلم فيه مع اخواتنا المزارعين، دي مساهمه مجتمعيه. صحيح. من الاعلام المصري ان يوصل للناس يقول لهم لا خلي بالكم الجو اتغير. وفي معالي وزير الزراعه الحالي شكل لجنه اسمها لجنه متابعه التغيرات المناخيه لاول مره في وزاره الزراعه. هذه اللجنه بتصدر توصيات شبه يوميه. كل يوم تصدر توصيات ما هو الجديد في المناخ على مستوى حتى الطقس الايام القليله القادمه، وننزل توصيات نروي هنا وما نرويش هنا، نرش هنا. احتياجات البروده اللي عملت ازعاج للفاكهه السنه اللي فاتت بنقول لهم ان احنا الحمد لله وصلنا لحد امن من احتياجات البروده، وهكذا. اللجنه دي مشكله وبمتابعه شخصيه من معالي وزير الزراعه يوميا ايه التوصيات اللي توصل للناس، وهو نفسه بيصر ان التوصيات لازم توصل لاكبر عدد من المزارعين على قد المتاح من وسائل التواصل مع الناس. فاذا بخصوص وزاره الزراعه وهي جزء من الدوله، لا بتقوم بواجبها على مدار انها توصل للناس توصيات على المدى البسيط.
على المدى الطويل شويه بتاعكم في الوزاره الان في اعداد استراتيجيه للتعامل مع قضيه تغير المناخ على المدى الطويل. انا مش هستنى ان يحصل مشكله واقلل منها، ده انا عاوز امنع هذه المشكله من البدايه. طب احنا في طبعا لسه بعض الاسئله الاخرى مهمه استاذ دكتور محمد، يعني على سبيل المثال حضرتك بتدي امثله محترمه ومهمه جدا عن حياه المزارع المصري وقد ايه هو فاهم ومستوعب، بس ربما ياتي عند الحلول لان دي حلول عمليه، فمش طالبين منه هو حلول وانما طالبين من الجهات المعنيه وضع الحلول والاستراتيجيات العامه لمحاولات تلافي اضرار هذه المخاطر البيئيه والتغيرات المناخيه بقدر المستطاع. هنتكلم عن هذه التفاصيل فيما يتعلق بالتغير المناخي وكيفيه تاثر الاراضي الزراعيه، تاثر المزارعين بالتغيرات المناخيه. معنا في هذا الاستوديو الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ في وزاره الزراعه. دكتور محمد اهلا وسهلا بحضرتك مره ثانيه. كنا بنتكلم بعد هذا الفاصل ان مسؤوليه او بعد هذا الموجز يعني ان مسؤوليه الدوله هو وضع الاستراتيجيات وضع السياسات وضع الخطط لكيفيه مواجهه والحد من التاثيرات المتعلقه بالتغير المناخي، لكن بالتاكيد المزارع نفسه عليه دور ودور كبير جدا، المواطن نفسه عليه دور كبير جدا، خصوصا ان هذه المشكله هي مشكلة أولا مركبة بين الدولة وبين المواطن أو حلولها مركبة ومتكاملة بين الدولة والمواطن. مسؤولية المزارع بشكل مباشر فيما يتعلق بالحد من التأثيرات المناخية على البيئة بتاعة المزارع والمحصول بتاعه والأرض. شكرا جزيلا على الطرح ده. المزارع أو المواطن البسيط عليه دور كبير جدا، بداية من أنه لابد أن يعني بالبلدي كده المزارع لازم يستخدم السمع أكتر من النظر. المزارع المصري دائما وابدا بيحب يشوف بعينيه، بس في الامور دي طالما هي انت عندك تاكيد من الاول ان انا مش هقدر اتعامل مع هذا الملف فاسمع كتير. فانا يهم جدا ان يكون المزارع المصري في استمرار لمتابعه وتنفيذ كل التوصيات اللي بتصدر من هذه المؤسسات. وزاره الزراعه بمؤسساتها والدوله بتعمل لصالح الناس مش بتعمل لناس ثانيه. نقولها يا فندم برضه فلا بد يعني مثلا على سبيل المثال موضوع الاستخدام المبالغ فيه في مياه الري احيانا الاسمده الازوتيه احيانا هو بيظن ان انا كل ما ادي سماد اكتر حتى لو كانت الاسعار غاليه بس المحاصيل في بعض المحاصيل بتبقى مفضله للمزارع فبيبتدي يضيف كميات كبيره من الاسمده وهكذا. مهم جدا كل صباح ان يستمع لنشره الارصاد الجويه من قبل ما يبتدي ينزل الارض بتاعته حتى لو كان الصبح بدري قبل ما يروي قبل ما يعمل اي اجراء زراعي لازم يسمع وهيلاقي مصادر كتيره جدا يلاقي منها معلومات. فده هو او المواطن المصري حتى عشان حتى المواطن المصري كمان كلنا شايفين ان في تسارع في كل شيء. النهارده في انخفاض كبير في درجات الحراره بالمناسبه بسرعه جدا، متوقع يكون في صقيع في مناطق مصر الوسطى المنيا بني سويف المنيا اسيوط الواحات خلال الليله دي ان شاء الله، فيفضل ان يكون كل المحاصيل الموجوده مرويه ريه خفيفه ودي توصيه مهمه جدا. نعم شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ وعضو المكتب الفني لوزير الزراعه على وجودك معنا في هذا الصباح وعلى كل هذه المعلومات. نامل ونتمنى ان المشاهدين المواطنين يستجيبوا ويدركوا اهميه التغيرات المناخيه وكل واحد فينا ليه دور فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه اللي احنا شايفينها طول الوقت في شكل التغير المناخي، تغير الطقس، الفيضانات والامطار الغزيره اللي بتحدث في اماكن لم نعتد على حدوث هذه الامطار فيها. شكرا لك جزيلا شكرا لك جزيل الشكر ولانه احنا حريصين الحقيقه في هذا الصباح على متابعه النشره الجويه كل يوم الصبح الحمد لله، لانه فعلا مهم جدا ان احنا نعرف احوال الطقس قبل ما نطلع من بيوتنا. والمزارع المصري كمان زي ما دكتور محمد نصحنا بذلك، وكمان بنهتم جدا نعرف تطورات الحاله المروريه تحديدا عندما يعني تتخطى الساعه 9 صباحا والكل بيبدا ينطلق الى اعماله. هنروح دلوقتي إلى بث مباشر لكاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مع مراسل إكسترا نيوز من أيمن عماد. صباح الخير عليك يا أيمن، وإيه هي أخبار الحالة المرورية لديك؟ تفضل. صباح الخير عليك يا منى، صباح الخير عليك يا همام وعلى السادة المشاهدين. يعني زي ما ذكرتي وتعودنا في صباح كل يوم على شاشة إكسترا نيوز بمتابعة الحالة المرورية من مختلف الإدارات، ولكن بشكل خاص اليوم من الإدارة العامة للمرور. هنرصد الحالة المرورية في معظم الشوارع والمحاور، يعني ربما زي ما ذكرت النهاردة الأحد بيحظى باهتمام كبير
للكثير من المواطنين لأنه بداية أسبوع. ولكن لو هنبدأ الحديث من هنا من محور 26 من يوليو من ناحية الصحراوي القادم من ميدان لبنان أو وسط البلد إلى الصحراوي بيشهد سيولة مرورية كما توضح الشاشة، والعكس من القادم من 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان ووسط البلد بيشهد أيضا سيولة مرورية كما توضح الشاشة. على الجانب الآخر من المحور من ناحية ميدان لبنان أو طلعة الدائري أيضا القادم من ميدان لبنان إلى محور 26 يوليو أو أكتوبر بيشهد سيولة مرورية، ولكن على العكس من القادم من أكتوبر في هذه المنطقة إلى ميدان لبنان بيشهد اختناقات مرورية ولكن غير مؤثرة بسبب الذروة الصباحية التي تشهدها كل يوم في هذه المنطقة. هنا بشكل خاص بعد هنا في الصورة العلوية القادم من أيضا الدائري أو القادم من 6 أكتوبر بيشهد انسيابية مرورية حتى 15 كوبري 15 مايو، والعكس أيضا بيشهد سيولة مرورية. بشكل خاص إلى اتجاه آخر وهو بيشهد سيولة مرورية بشكل كبير في كلا الاتجاهين، وأيضا في هنا القادم من أكتوبر بيشهد أيضا سيولة مرورية كوبري تحيا مصر بيشهد سيولة مرورية في جميع الاتجاهات. أيضا كما ذكرت هنا أيضا يعني دائري المنير أو نزلة البحر الأعظم في كلا الاتجاهين بتشهد انسيابية مرورية، أيضا القادم من القاهرة الجديدة إلى 6 أكتوبر أو العكس بيشهد أيضا سيولة مرورية، مع عدا هذه المنطقة التي تشهد يعني القادم من أكتوبر إلى نزلة الصعيد بتشهد يعني زحام نسبي نظر التوسعات التي تحدث في هذه المنطقة، ولكن العكس بيشهد سيولة مرورية بشكل كبير. ربما تكون هذه الصورة بشكل سريع يعني نظرا لضيق الوقت، ولكن كما نشاهد ربما معظم الطرق بتشهد انسيابية مرورية نظرا للتوسعات الكبيرة الجهد الكبير التي يقوم برجال الشرطة. إليك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك جزيل الشكر زميلنا أيمن عماد مراسل أكسترا نيوز على هذه الحالة المرورية اللي قدمتها لنا. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن ذكرى جميلة جدا لفنانة جميلة جدا وكريمة جدا، كريمة في مشاعرها وكريمة في غريزة الأمومة اللي كانت معروفة بيها سواء على الشاشة أو في حياتها الشخصية. نتحدث عن الفنانة الجميلة كريمة مختار. الفنانة كريمة مختار الحقيقة اتميزت بأداء دور الأم بشكل كبير جدا ومميز، وكان ليها بصمة كبيرة جدا في تجسيد دور الأم دائما سواء سينما أو تلفزيون وحتى على المسرح، يعني شفناها كمان في مسرحية الشهيرة العيال كبرت. ده الدور اللي ارتبطت بيه الحقيقة من بداية ما ظهرت. هي رحلت عن عالمنا يوم 12 يناير 2017 بعد صراع مع المرض. الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار بدأت مشهورها الفني في الإذاعة من خلال برنامج الأطفال بابا شارو الشهير في فترة الخمسينيات. من خلال هذا البرنامج اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة. تم عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية، لكن أسرة الفنانة الراحلة كريمة مختار رفضت هذه العروض فاقتصر وقتها العمل على الإذاعة، حتى جاءت الفرصة للفنانة كريمة مختار مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش. ده كان عام 1958، سهل لها طبعا المشاركة في فيلم تمن الحرية اللي أنتج عام 1964. قدمت كريمة مختار دور الأم، جسدت دور الأم في السينما المصرية بمجموعة كبيرة من الأفلام زي تمن الحرية، المستحيل، نحن لنزرع الشوك، ومضى قطار العمر، والحفيد طبعا كلنا فاكرينه، أمير حبي أنا، بالوالدين إحسانا، الشيطان يعظ، وسعد اليتيم. ملامح الفنانة الجميلة كريمة مختار كانت بتحمل قدر كبير من الطيبة والإنسانية والبشاشة في على وشها طول الوقت في تجسيدها لأدوار أو لدور الأم تحديدا. نروح لبعض الأخبار الخدمية منها، نبدأها بالإسكان. الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قال إن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة سيبدأ اليوم الأحد الموافق 16/1/2022 وحتى يوم الأحد 20/2/2022 في تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقطاعات ب و ج و د بمنطقة 800 فدان في مدينة أكتوبر الجديدة. وأكد الوزير ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. خلونا ناخد تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع مع المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة. باشمهندس صباح الخير يا فندم وأهلا بيك.
صباح النور يا فندم. يعني دائما لما بنبدا اي اخبار او بنتكلم عن اخبار فيها تسليم عدد من الوحدات السكنيه مباشره المهتم المواطن المهتم هنا يعني بتاتي على باله الكثير من الاسئله. خلينا نتكلم اولا عن عمليه التسليم وعن يعني الاستعدادات اللي بتاخدها المدينه او الجهاز جهاز المدينه لتسليم هذا العدد من الوحدات السكنيه. احنا طبعا بعد نهو المشروع بنبقى جاهزين لتسليم العميل. العميل بيوصل لجهاز المدينه بعد ما بيجيب جواب البنك حضرتك بعد التعاقد مع البنك بيجي لنا بيقوم بالمعاينه يا فندم. بعد المعاينه مع مندوب من الجهاز والشركه اي ملاحظات ليه بنزونها ما بتستلمش، واحنا بننبه على الناس اهو ما تستلمش حاجه ناقصه. حضرتك بتسجل ملاحظاتك وبنديك ميعاد بتيجي تستلم فيها الوحده بتاعتك كامله. وحداتنا عباره عن الاتي: احنا عندنا في قطاع ج، في قطاع ب في 1392 وحده عباره عن 58 عمار، بلس في قطاع ج في 192 وحده عباره عن 8 عمارات. دول مساحات 90 متر. وفي 16 عمارة في قطاع دال دون مساحات 75 متر كلهم كاملة التشطيب. هل في أي إجراءات غير جواب البنك يا فندم لازم تكون بحوزة العميل قبل استلامه للوحدة قبل الذهاب حتى للجهاز؟ لا هو بيجيب جواب البنك وبيجيبيه عندنا على طيب بيكمل إجراءاته في الجهاز. الوحدات متكاملة المرافق؟ متكاملة المرافق طبعا، مية وغاز وكهرباء وكل حاجة. هو بيسدد هنا قيمه الغاز والكهرباء والميه وبيروح يتعاقد. ايه النصائح اللي بتوجهها باشمهندس محمد للعملاء او اللي هم هيستلموا الشقق؟ يعني طبعا بتكون عليهم محظور من الاستخدام التجاري، بيكون في بعض الشروط بعض المواصفات المتعلقه بالاسكان الاجتماعي الجديد او بشكله الجديد اللي احنا بدانا فيه تقريبا من 7 سنين. طبعا يا فندم هو ده اصلا هو متعاقد على هذا الاساس. هو بيتعاقد يا فندم من ضمن التعاقد ان هو ده سكني فقط، ما ينفعش يبقى تجاري، ما ينفعش يبقى اداري. الحاجه الثانيه انه ما ينفعش ياجر او يبيع الا بعد الحظر 7 سنين. ده قانون، وفي ضبطيه قضائيه بتنزل من عندنا باستمرار على الوحدات بعد ما بنسلمها. نعم. المهندس محمد عبد المقصود ده رئيس جهاز تنميه مدينه اكتوبر الجديده، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. خلينا نروح لخبر اخر له علاقه مباشره بقطاع الاقتصاد في مصر، والحقيقه لما بدات الدوله المصريه اجراءاتها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي كانت طول الوقت العيون تراقب، العيون والأرقام تراقب هذه الإجراءات، لأنه الاقتصاد دائما وأبدا هو الأساس في تقدم أي مجتمع من المجتمعات. مجموعة الإجراءات الإصلاحية دي أو الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عندما قامت به الدولة المصرية كان واحدة من الأهداف الموضوعة دائما هو فكرة الاستدامة، الاستدامة في عمل هذه الإجراءات الاقتصادية. استدامة يعني إيه هنا؟ يعني ما بعملش إجراءات لليوم فقط، إنما بعمل إجراءات هدفها قصير المدى وطويل المدى عشان أي مكتسبات برغم من أي ظروف استثنائية ممكن تحصل ممكن تجعل الاقتصاد المصري في حالة قوة ولا يعود إلى مرحلة ضعف أو هشاشة كما كان ما قبل كما كان الوضع ما قبل صحيح. بدء هذه الإجراءات. الدولة المصرية عملت طبعا على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج واتخاذ إجراءات تحفيزية لبيئة الأعمال عموما وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وده طبعا من أهم الموضوعات إن طول الوقت بنتكلم إنه مشاركة القطاع الخاص هي أساس مهم جدا وضروري لتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة. تعالوا ناخد مع بعض هاتفيا للحديث عن الاقتصاد المصري وكيف يبرهن على نجاحاته المستمرة تحديدا خلال جائحة كورونا في الوقت اللي العالم كله عنده فيه طبعا مشاكل، يعني أو يعني لم تجري الإجراءات بشكل عام كما كان مخطط لها ما قبل الجائحة. هاتفيا معنا الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد. أهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. الميزه في الاقتصاد ان المؤشرات بتكون معروفه وثابته بالارقام، ما نقدرش احنا نتكلم، احنا مش بنتكلم في حاجات فضفاضه واسعه ما نقدرش نمسكها. الاقتصاد تحديدا بيتكلم عن مجموعه من المؤشرات والارقام. ايه المؤشرات والارقام الرسميه سواء صادره من المؤسسات الرسميه المحليه او حتى من وكالات التصنيف العالميه والبنك الدولي والمؤسسات الدوليه اللي بتقول وتبرهن على قدرة الاقتصاد المصري وهو بالفعل كذلك على تجاوز جائحة كورونا بأرقام موثقة؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك والساده المشاهدين في كل مكان. طبعا
طبعا احنا النهارده بنتكلم على مؤشرات بتخرج من الحكومه وبتؤيدها ما يصدر من جهات التصنيف الدوليه التي تتصف دايما لها بالحياديه ويمكن بتكون اكثر تشددا في ازار صحيح. اي رقم من خلالها ملهاش مصلحه بالظبط كده. فالنهارده بنقول دايما في مؤشرات اقتصاد كلي بنشتغل عليها، بنشوف معدل النمو اللي بيحققه الدوله بتحققه مصر قد ايه، بنشوف العجز الموازنه اللي كنا موجودين فيه، نسبه العجز الحساب الجاري، نسبه المديونيه او الدين العام كنسبه من الناتج الاجمالي المحلي وليس رقم. طبعا الناتج الاجمالي المحلي فيه نمو يعني عندنا فيه نمو متزايد، عشان نحصر الدين فبنعمله نسبه من الناتج المحلي. فالنهارده لما نشوف المؤشرات ديت، النهارده معدلات النمو الحمد لله في مصر في ظل تراجعات لاغلب اقتصاديات العالم الكبرى، مصر بتحقق معدلات نمو ايجابيه. ويمكن بنشوف التقرير اللي صادر ان بيتوقع الاقتصاد المصري انه يكون بنسبه 5.5% في العام القادم، ففي ظل تراجعات يعني القت بها ظلال جائحه كورونا على العالم كله. ويمكن وصفت مصر في هذه المرحله ان هي النقطه المضيئه في المنطقه بالكامل، ان هي اللي بتحقق معدلات نمو قطراء بقيه المنطقه واغلب دول العالم وصفت بالمؤشرات الحمراء اللي هي يمكن ماشي. مصر قدرت في خلال عملها في خلال اللي يمكن نقول كان عندنا خطه اصلاحيه بنجم استمرها للنهارده، اللي هي خطه الاصلاح الهيكلي والاصلاح الاقتصادي والاصلاح التشريعي وخلق بنيه استثماريه قادره على النجاح، وكان ليها دور في تحفيز الاستثمارات المحليه والاجنبيه. ده ادى يعني القى بالاثار الايجابيه اللي احنا بنشوفها النهارده من مؤشرات دوليه. بنقول ان احنا عندنا توقعات بتراجع عجز الموازنه اللي النهارده بنتكلم في 7.2، متوقع السنه الجايه يقل يبقى 6.8، المتوقع ان احنا نتعافي بجذب الاستثمارات الاجنبيه وان يبقى صافي الاستثمارات الاجنبيه في 22-23 هيبقى تقريبا 1.9 بعد ما كان السنه دي متوقع له ان هو 1.7، اللي متوقعين ان احنا نحقق فائض الاولي 1.7. اسف يا دكتور، ده عن العام المالي المنصرم ام الحالي؟ اللي هو 1.7 21-22. تمام. اللي المتوقعين باذن الله ان في العام القادم 22-23 نصل الى 1.9. تمام. طيب النهارده اسمح لي يا دكتور بس سؤال مهم، لانه يعني ده برضو متعلق بالحركة بتذكره دلوقتي، في ظل كل المؤشرات الاقتصاديه والمهمه جدا، ايه اكتر يعني احنا عندنا معدل البطاله، عندنا معدل النمو التضخم، عندنا نسب الفقر، عندنا الاجمالي الناتج المحلي، اجمالي عجز الموازنه وغيرها من المؤشرات الحيويه والرئيسيه، ايه اكتر المؤشرات اللي علينا الانتباه لها أو النظر إليها عندما نريد أن نعرف أين نقف تحديدا في موقفنا الاقتصادي، وضع الاقتصاد في البلد عامل إزاي؟ طبعا هي النظرة الأولى لأي حد بيبص عليها معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي اللي هو معدل النمو الاقتصادي السنوي. بنشوف احنا النهاردة الدولة دي قادرة في الأساس، لأن معدل النمو دوت محصلة لكافة القطاعات الاقتصادية، في قطاعات اقتصادية ممكن بتكون ناجحة وبتحقق معدلات نمو كبيرة، وفي معدلات بتكون اقل في النسبه، وفي معدلات ممكن تكون خاسره زي ما مرينا في جائحه كورونا. كان عندنا قطاعات اللي ما فيش نمو خالص زي قطاع السياحه، قطاع الطيران، القطاعات تضررت، وفي قطاعات كانت زادت زي قطاع التشييد والبناء، المشروعات القوميه صحيح. القطاع الاتصالات، فالمحصله هي اللي بتخرج اللي هي معدل النمو اللي احنا مثلا بنقول وصلنا ليه كان 3.6 في ظل الجائحه، كان في عندي قطاعات بالصفر خالص وفي قطاعات كانت جايبة 18%. فالمحصلة بتاعتها اللي صفر خالص زي ايه يا فندم؟ كانت زي ايه؟ يعني سياحة مثلا؟ سياحة وطيران. السياحة والطيران تضرروا بالكامل، ما عادش في ايرادات خالص. طبعا. في ظل الجائحة برضه، في ظل ان عندي قطاعات ما كانش فيها معدلات نمو بالكامل، يمكن فيها انكماش كمان لان كان فيها نفقات بدون اي ايرادات، كان عندي في معدلات نمو في قطاع مثلا زي قطاع التكنولوجيا والاتصالات زادت جدا في الفتره اللي هي فتره الجائحه وفتره الاغلاق، الناس انتبهت للتكنولوجيا والتحول الرقمي، عندي قطاع التشييد والبناء، عندي قطاع الزراعه والصناعه، كان في نهضه تنمويه صحيح. المحصله بتاعتها ان انا وصلت 3.6. عموما كل معدلات النمو الارتفاع في معدلات النمو يا دكتور محمد زي ما حضرتك عارف وشايف طبعا والمشاهدين بطبيعه الحال حاسين
يسير جنبا إلى جنبه معدلات التنمية الموجودة على الأرض، انعكاس هذا المعدل الزيادة في معدل النمو على التنمية الموجودة الشاملة الموجودة في كل القطاعات وفي كل الأنحاء. احنا في فترة من الفترات في بداية الألفينات كنا وصلنا حتى 7% معدل، لكن هذا لم ينعكس على نمو المجتمع، على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للناس، على انخفاض معدل البطالة، على انخفاض نسبة الفقر في المجتمع. على أي حال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. في بعض الموضوعات او المهمه جدا اللي هي طول الوقت، ودي ما لهاش علاقه بتقدم تكنولوجي، دي ليها علاقه بالسيفتي او الامان وانت بتستخدم حاجات معينه في المنزل تحديدا. من ضمن الامور دي استخدام الغاز الطبيعي. في ناس لغايه دلوقتي ممكن هي مركبه غاز طبيعي، بس هي ممكن تبقاش عارفه ايه الاجراءات اللي لازم تاخدها او تعمل ايه علشان تحافظ على سلامتها لما تيجي تتعامل مع الغاز الطبيعي. يعني بعض هذه الاجراءات او من اجراءات السلامه الوقائيه هنشوفها مع حضراتكم في العرض التالي. طيب خلينا نروح لخبر ثاني متعلق بوزارة الزراعة. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية أعلنت الانتهاء من تنفيذ 30 مدرسة حقلية خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير في 13 محافظة. الدكتور ياسر حيمري المنسق العام للمدارس الحقلية قال إن هذه الأنشطة تأتي في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والسمكي في 22 محافظة من محافظات الجمهورية. خلونا ناخد هاتفيا للحديث اكثر عن هذا الموضوع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. دكتور محمد تحياتي لحضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على كل يعني علشان دايما بنحب نقدم المعلومه متكامله وبسيطه للساده المشاهدين. ايه اهميه المدارس الحقليه يا فندم، وايه يعني كيف يتم الاستفاده منها في مجال الزراعه؟ بشكل بسيط كده، المدرسه الحقليه دي هي ان انا بعمل المنهج العلمي السليم بطبقه على ارض الواقع للفلاحين والمزارعين علشان يقدروا يستفيدوا منه ويقدروا ان هم يمارسوه ويكون قدامهم دليل عملي يقدروا يطبقوه بعد كده في حقولهم وفي مسارحهم. فاحنا بنحط كل التوصيات العلميه، بنحط كل الاساليب الحديثه اللي بيتم تطبيقها، بنحطها بشكل تطبيقي على ارض الواقع في قطعه ارض، وبنجيب المزارعين نعمل لهم فيها زيارات ميدانيه ونخليهم يتفرجوا عليها ويشوفوها ويبداوا يتناقشوا على هذه الاساليب، وبالتالي بيكون عندهم الوعي الكامل بقى بكل الاساليب الحديثه. ده بيعظم انتاجهم وبيساعدهم ان هم يحققوا مزيد من منتج عالي الجوده وايضا هامش ربح اعلى، لان كل ما بيطبقوا توصيات علميه احدث بتدي انتاج اعلى وفي نفس الوقت بتقلل عليهم التكاليف بشكل او باخر. صحيح. بنتخيل يا دكتور محمد لما بنقول مدرسه حقليه ان في مبنى مدرسه وفي فصول، و ممكن ده تخيلي يعني، وان الناس ممكن تكون بتذهب للمدرسه عشان تتعلم بعض المواد او المناهج العلميه على الاقل. هل ده مظبوط ولا الموضوع بيكون زي ما احنا شايفين في الصوره ارض زراعيه بيجرى عليها تجارب معينه وبيجرى عليها نصائح معينه زي ما احنا شايفين كده؟ هي احنا بالنسبه لنا المدرسه هي الحقل هو المدرسه بتاعتنا. بننزل الفلاحين بينزلوا الحقل بالباحثين بالمتخصصين بينزلوا الحقل ويعملوا ارض او نموذج تجريبي ازاي يقدر يطبق التوصيه العلميه اللي مكتوبه في الكتب الاكاديميه واللي مكتوب عليها ابحاث ومناهج كثيره جدا، ازاي نقدر نحطها على الارض بشكل بسيط، لان الفلاح مش هيقدر يقرا مراجع او المزارع مش هيقدر يقرا مراجع كثيره عشان يحصل على المعلومه، انما لما يشوف بقى الخلاصه بتاعت المعلومه دي بتطبق على الارض
فهيكون عنده الفرصه ان هو يقدر يجربها عنده في ارضه هو كمان. احنا بنجيب مجموعه من المزارعين الكبار وبنبدا نتعلمهم او اللي هم يعني المستفيدين يعني من هذه المدارس، نبدا نعلمهم وبيكون هم كمان ليهم ارضيه وبيقدروا يوصلوا هذه المعلومه لزملائهم من الفلاحين والمزارعين، وبالتالي بتنتشر هذه المعلومه. دي من الوسائل السهله والبسيطه والسريعه واللي بتوصل المعلومه لعدد كبير من الناس، وفي نفس الوقت بتبقى تكلفتها التكلفه القيمه الماليه بتاعتها بتكون قليله، لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنحط حاجه على الارض، حاجه تطبيقيه مش حاجه مباني ومنشات واستثمارات ضخمه بنحطها في هذا الاطار، انما الاستثمار الضخم الحقيقي ان احنا ازاي نقدر ننقل المعلومه من الكتاب او من المرجع او من المجله العلميه الى المزارع بشكل تطبيقي. نعم دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقة إنه العالم في السنوات الأخيرة أصبح كثير الحديث عن مصطلحين أساسيين، مصطلح معروف بالمسؤولية المجتمعية، في مسؤولية مجتمعية على المجتمعات، وفي مسؤولية مجتمعية خاصة بالمنظمات اللي هي معروفة باسم في العالم كله Corporate Social Responsibility، وفي مصطلح آخر أيضا في غاية الأهمية وهو التنمية المستدامة. ما نفعله اليوم سيؤثر علينا وعلى الأجيال القادمة في المستقبل. عن التنمية المستدامة وعن المسؤولية المجتمعية والحديث الأهم في العالم الآن بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء مره ثانيه. من ابرز التوصيات اللي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم هو اعلان عام 2022 عام للمجتمع المدني. ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اداره المنتدى والجهات والمؤسسات بانشاء منصه حوار فاعله بين الدوله وبين شبابها. طبعا ده مؤشر كبير جدا ان مصر ستشهد نشاط مكثف خلال الشهور القادمه من عام 2022، هتنطلق فيها طبعا العديد من المبادرات اللي بتجسد عامل المجتمع المدني طوال اشهر هذا العام. الحقيقه ده قرار مهم جدا وبيعكس اطلاق مرحله جديده. هذه المرحله كانت مستمره يمكن من 2014 مع كل المبادرات والمشروعات اللي نفذتها الدوله، كانت شريك رئيسي ليها منظمات المجتمع المدني والعمل التطوعي والعمل المدني بشكل عام. هنتكلم عن كل هذه التفاصيل وما يتعلق ب 2022 عام للمجتمع المدني مع ضيفنا العزيز هنا في الاستوديو الدكتور حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه. اهلا وسهلا دكتور. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. كيف قرات اعلان توصيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم بأن يكون عام 2022 هو عاما للمجتمع المدني؟ مبدئيا التوصيات بشكل عام هي متواجبة مع كل التوجهات الخاصة بسياسة الدولة المصرية في علاقاتها الداخلية والخارجية، فالتوصيات تضمنت بعد داخلي متضمن انطلاق عام 2022 عام للمجتمع المدني. المجتمع المدني المصري على مدار أكثر من 8 سنوات بداية من 2014 هو ليه دور وطني قوي جدا في سد الفجوات التنموية ما بين القرى والريف وبين الحضر. المجتمع المدني خلال الفترة دي مصر شهدت أكتر من نموذج متطور، منها المؤسسات القومية اللي بتقوم بمهام المجتمع المدني، إضافة لبزوغ بعض مؤسسات المجتمع المدني النشطة على أرض الواقع، الأمر اللي أدى إلى وجود حلقة وصل قوية ما بين الدولة وما بين المواطن على الأرض لرصد احتياجاته وتلبيتها. ما نقول ان عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وعندك في مصر اكتر من 50,000 مؤسسة مجتمع مدني مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، فانت النهاردة بتعيد احياء وتنشيط قوة فاعلة على ارض الواقع لها دور مؤثر جدا في ربط الاحتياجات الفعلية الموجودة على الارض للمواطن المصري بخطط الدولة ورؤية صحيح. مصر 2030. ودي أهمية المجتمع المدني إن هو حلقة الوصل. هل هي إعادة إحياء ولا تصحيح مسار
منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي والمدني مرة أخرى؟ هو تصحيح مسار المجتمع المدني تم بداية من 2014. لما إيه اللي حصل في 2014؟ لما ابتدت الحياة ترجع لمسارها السليم في جمهورية مصر العربية. لا تمام، مع عودة دور المؤسسات طبعا وكل بالزبط وكل بالزبط. ده بس يعني إيه اللي حصل في 2014 أعاد مرة أخرى الاتجاه الصحيح لبوصلة وأهمية المجتمع المدني؟ أولا ابتدت الدولة المصرية يكون عندها مشروع واضح يمس احتياجات المواطن المصري. ابتدى يبقى فيه ربط كبير جدا ما بين الاحتياجات الفعلية للمواطن المصري، وجود قيادة سياسية راغبة وقادرة على تلبية تلك الاحتياجات، الأمر اللي بيخلي القيادة السياسية بتنظر إلى الأدوات والأزرع التنفيذية اللي تقوم بمساعدتها في تلبية تلك الاحتياجات. الأمر اللي خلى الدولة بتلجأ للمجتمع المدني الوطني القوي الموجود على الأرض لتلبية تلك الاحتياجات. الأمر ده اللي خلى الفجوات اللي كانت متزايدة من 2011 لحد 2014 تبدأ تتقلص، يبدأ يبقى عندنا رصد واضح للاحتياجات الفعلية، يبدأ يبقى عندك مؤسسات مجتمع مدني وطنية واثقة إن هي بتقوم بتلبية تلك الاحتياجات بدون أي أجندة سياسية أو أي أجندة ليها أهداف أخرى كما كان يتم من قبل. فهنا تم تصحيح المسار، ان وضع المجتمع المدني في مساره السليم، ان هو يقوم بدوره كحلقه وصل تلبي احتياجات المواطن المصري بدون اي اهداف سياسيه. صحيح. او اجتماعيه. دي كانت نقطه مهمه جدا فعلا من 2014، وبعد حتى القانون الجديد قانون الجامعات الاهليه تم تعديل هذا التوجه، تم اعاده بوصله المجتمع المدني الى الجهود التنمويه، الى مشاركه الدوله في الجهود التنمويه. أستاذك دكتور حسن، لو توضح للسادة المشاهدين وتدينا بعض النماذج لجهود المجتمع المدني، لأن بعض الناس ممكن البسطاء ما يفهمش أو ما يدركش معنى العمل المدني بشكل عام، منظمات المجتمع المدني. ادينا نماذج عن بعض المشروعات اللي شاركت فيها منظمات المجتمع المدني بشكل فاعل وكانت موجهة بشكل أساسي للمواطن البسيط. خلينا نتكلم في الجزء أو النشاط الخاص بالمجتمع المدني. المجتمع المدني في مصر هو مجتمع مدني نشط جدا. لما نيجي نبص على الصورة من بره هنلاقي المجتمع المدني سواء كان مؤسسات أو جمعيات أهلية، هي كل جمعية بيبقى ليها نشاط تنموي على الأرض وفقا للنطاق الجغرافي اللي بتعمل من خلاله. لما نيجي نتكلم في جمعيات، طبعا بدون ذكر أسماء، في جمعيات كبيرة جدا شغالة في مصر بشكل قوي جدا، بتشتغل على محاور أساسية وكانت بتشتغل ده فترة طويلة جدا. فصل مثلا زي فصل الشتاء بتسمع عن التجديد الأسقف للمنازل، توزيع البطاطين، توفير المشروعات متناهيه الصغر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنلاقي جمعيات بتشتغل بشكل فعال جدا في القطاع الصحي والقوافل الطبية. النهارده في جمعيات كبيرة بتوصل لنقط على النقاط حدودية، يعني النهارده عندنا مثلا مبادرات زي مبادرة حماية ومبادرة مؤسسة صنع الخير بتشتغل في حلايا بوشلاتين وبتشتغل في سانت كاترين وبتشتغل في الوادي الجديد بتشتغل في سيوة بتشتغل في كل المناطق اللي ما كانش المجتمع المدني يقدر يوصل لها قبل كده. النهارده بنلاقي مؤسسات مجتمع مدني بتبدأ تشتغل في إعادة التدوير، وفي مجتمع مدني بتشتغل في إعادة توزيع الملابس، والنهارده مجتمع مدني بتشتغل في تجهيز العرايس والأفراح. فالمجتمع المدني نشاطه متنوع جدا. صحيح. ولكن احنا دايما بنحب نبص على المشروع التنموي. المشروع اللي هو بيشتغل مرة وينتج ويستمر وعدد المستفيدين منه مع الوقت بيكبر. فبنلاقي الدولة بتساند ده بايه؟ بالمبادرات القومية والمبادرات الرئاسية، بنلاقي والتقنين بقى وما الى ذلك، يعني عمل قوانين وكل الحاجات دي بتساعد في النهاية المجتمع المدني. طبعا النهارده المجتمع المدني بيشهد طفرة تشريعية وطفرة تنفيذية كبيرة جدا. النهارده عندنا القانون الخاص بالمجتمع المدني تم اصداره، النهارده عندنا عملية توفيق اوضاع الجمعيات والمجتمع المدني. النهارده من 50,000 جمعية تقريبا في 18,000 جمعية وفقت اوضاعها. فالنهارده احنا بنتكلم ان المجتمع المدني حتى بيحصل له عملية تحول رقم. صحيح. بتبدأ عملية الديجيتاليزيشنز بتتم من خلال المجتمع المدني. طبعا. طيب كلمة الاستمرار اللي حضرتك ذكرتها وهي في منتهى الأهمية هي المرادف ليها كلمة الاستدامة، وهو المصطلح دلوقتي اللي العالم كله بيتكلم عليه. قبل الاستدامة عايز استأذن حضرتك في الحديث والإشارة إلى المسؤولية المجتمعية، لأنه من ضمن المسؤوليات المجتمعية اللي بتقع دلوقتي على كاهل كل المؤسسات هي فكرة تحقيق الاستدامة والسعي إليها. المسؤولية المجتمعية أصبحت يعني هدف رئيسي من أهداف سواء القطاع الخاص أو العام أو الحكومي أو طبعا المجتمع المدني بكل الجماعات الأهلية وما فيها. إزاي المفروض أنه النظرة المجتمعية والمؤسسية تجاه المسؤولية المجتمعية تكون نظرة محورية وأساسية في أي عمل بنقوم به؟ مبدئياً هي المسؤولية المجتمعية هي الخطوة الأولى لتحقيق الاستدامة. صحيح.
مفهوم المسؤولية المجتمعية المنتشر في العالم هو انتشر لتحقيق مفهوم اسمه مفهوم مواطنة الشركات. إزاي الشركة تشعر بإحساس المواطن وتكون مواطن صالح؟ هو بشكل بسيط يعني هي الخدمات الاجتماعية اللي بتقدمها شركات القطاع الخاص للمجتمع. ده بقى ده الطريقة اللي بتعبر بيها الشركات عن مسؤولياتها المجتمعية. صحيح. يعني كلمة المسؤولية المجتمعية إن الشركة تكون مسؤولة اتجاه مساهمينها واتجاه العاملين بيها واتجاه البيئة الخارجية. بتعبر عن ده ازاي؟ بتعبر عن ده مجموعة برامج وأنشطة لها علاقة بالمجتمع، بخدمة المجتمع. بتبدأ بواحد بالتأمين على العمال، سواء كان تأمين صحي أو تأمين مالي، بالمعاملة الجيدة ومراعاة حقوق العمال، دي مسؤولية مجتمعية. ثم تنطلق إلى النطاق الخارجي. النطاق الخارجي هو البيئة المحيطة بها. لو مصنع بيشتغل في منطقة محتاجة تطوير يبدأ يطور في المنطقة دي، لو مصنع بيشتغل شغال في منطقة معدل الفقر فيها زايد يبدأ يقدم مساعدات لأهل المنطقة وأهل الجزء دوت، لو منطقة محتاجة بنية تحتية يبدأ يساعد ويدعم، دي المسؤولية المجتمعية. ثم يخرج من النطاق ده مع تكامل بقى المجهودات ان كل حد بيشتغل في الاريا اللي هو بيشتغل فيها بجد ومسؤول المجتمع تجاه المجتمع من خلالها، بتلاقي التكامل المجهودات دي بيخلي الصوره كلها صحيح. بقى شكلها كويس. فهي دي المسؤوليه المجتمعيه. والمسؤوليه المجتمعيه مش مقتصره على الشركات بس، هي المسؤوليه المجتمعيه مسؤوليه الفرد اتجاه بلده، اتجاه الحفاظ على مكتسبات الدوله ومقدراتها، مسؤوليه اتجاه الشركه انها تكون شركه صالحه بتكون بدورها اتجاه مسؤوليه اتجاه الدوله واتجاه الحكومات. فالمسؤوليه المجتمعيه هي مسؤوليه شامله، ان تم تنفيذها تبدا اول خطوه لتحقيق الاستدامه. صحيح. هذا العمل المركب بين القطاع المدني والقطاع الحكومي ومؤسسات الحكومه وبين القطاع الخاص، المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص، تمثل بشكل واضح وبشكل جلي وبشكل نقي في حياه كريمه. حياه كريمه هو حشد لجهود كل القطاعات بما فيه المجتمع نفسه علشان نعمل عمليه تنميه مستدامه في القرى وفي الريف المصري بشكل عام. ازاي قدرنا ان احنا نطبق هذه النظريه اللي كانت موجوده على الورق بشكل فعلي وبشكل واقعي على الارض؟ احنا بنتكلم على مبادره سياحه كريم، خلينا نقول ده هو ده اقوى نموذج على مستوى العالم بيعبر عن الشراكات الفعاله. هو نموذج جامع شامل ما بين انشطه المسؤوليه المجتمعيه ومشاركه القطاع الخاص ومشاركه المجتمع المدني ومشاركه المواطن المصري. صحيح. الهدف الرئيسي منه هو توطين اهداف التنميه المستدامه. فانت بتتكلم قدام مش مبادره رئاسيه، لا انت بتتكلم قدام حلم قومي مصري بيتم تصديره للعالم. النهارده الاشادات الدوليه بالمبادره الرئاسيه حياه كريمه لا تاتي من فراغ. النهارده الاثر التنموي الواضح لمبادره رئاسيه حياه كريمه على الارض هو مش بالصدفه، هو نتيجه تخطيط واضح. النهاردة أثناء فعاليات المنتدى كان في تدخلات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في بعض المحافظات نظر لوجود بعض الأحداث. فإذا هي المبادرة مستمرة، المبادرة شغالة على الرصد، على التحليل، على تلبية الاحتياجات بشكل قوي. ده يعكس ليك إيه؟ يعكس ليك إنك عندك نموذج متطور للمسؤولية المجتمعية للدولة والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني و رؤية شاملة لتحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة. صحيح. عن طريق توطينها بالأنشطة اللي بتقوم بيها المبادرة بشكل واقعي على الأرض في عمليات التنفيذ المستمرة. على حالة دكتور حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا. ودائما الحديث عن المستقبل حديث مبهج جدا وبيدينا أمل إن شاء الله في غد أفضل بإذن الله. طوال هذا العام هنتكلم بشكل مكثف عن المبادرات المجتمع المدني وأداء وعمل المنظمات المجتمع المدني جنبا الى جنب المنظمات الحكوميه ومع المجتمع للوصول الى التنميه المستدامه والتنميه الشامله في كافه الربوع. شكرا ليك همام. شكرا لحضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعه، وان شاء الله يتجدد لقائنا مع حضراتكم غدا في تمام الثامنه صباحا في لقاء جديد يجمعنا بكم على شاشه اكسترا نيوز في هذا الصباح. دمتم في امان الله.